أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين، وربنا يا رب ما يقطع لنا عادة ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني. طول السنة مستني رمضان ومحتار ومش عارف أجيب مين دي في الحلقة، إذا كان كركر ولا بكار، بس الحمد لله عرفت أجيب مين وهكمل المشوار. معانا ضيوف الحلقة يا جماعة النهاردة، ناس عملت قلبان على اليوتيوب اليومين اللي فات. معانا ومعاكم قاهر الغوريلات، ملك الحيوانات كركر والحاوي. بص بقى يا عم نيوتن، النهارده عندنا طلعه مهمه، عندنا ضيوف مهمين قوي جايين لنا النهارده وعايزين نعمل معاهم الصح. استنى هقول لك مين دلوقتي، الحاوي وكركر. بس بقول لك ايه، هطلب منك طلب صغير. الولا كركر عايزك تديله أرمة صغيرة من التوتة، اتفقنا؟ الحاوي وصل، الحاوي وصل، جاي لك يا حاوي عشان اوريك البلاوي. اهلا وسهلا استاذ زحاوي، معاك جابر معد البرنامج. اهلا بيك، بنرحب بيك في برنامج سيف وولد. اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ حاوي، اتفضل. حضرتك الكاميرا اللي هناك دي بتصور كواليس البرنامج. هناك دي قول كده حاجه للكاميرا حضرتك. استنوني ان شاء الله في برنامج سيف وولد على قناه سيف عماد على اليوتيوب. اخرب بيتك، صل على النبي. دخلت عليك ايه يا عم اخويا الحيوان يا جماعه، اللي خطف اخويا في الصحراء بقاله 4 ايام ومدوخنا ورا منه جري. هو فين صحيح؟ هنعرف دلوقتي، استنى بس. مايكات بس يا جماعه، مايكات مايكات. يلا بقى نخش جوه، يلا عشان اعرفك فكره البرنامج. يلا بينا. شايف الكرسي اللي هناك ده؟ شايفه اللي هناك ده. بص بقى حاوي، انت هتروح تقعد على الكرسي اللي هناك ده، وانا في السماعه اللي هناك ديت هقول لك كلمه السر. اول ما تسمع بقى كلمه السر من السماعه تقوم قايلها عشان هنبدا البرنامج بتاعنا، وهتلاقيني كده نازل من فوق السطح وهسالك شويه اسئله كده عشان نبدا البرنامج بتاعنا. تمام تمام. بس فانت هتروح دلوقتي تقعد على الكرسي، واول ما تسمع كلمه السر من السماعه تقوم قايلها على طول. يلا هموته لكم. يلا يا جماعه كركر، دي كركر دي، يلا جاي لك يا كركورتي. أنا وسهلا يا حبيبي استاذ كركر، كل الناس متشوقه تشوفك بعد ما انت قدرت تخرج من العربيه بسلامه، وكلنا اتبسطنا جدا لما هناك اللي انت عايش في الاخر. والله انا مقدر جدا حب الجمهور دوت، بس الحمد لله الحمد لله كل ده حصل بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل ابويا الراجل الكبار وبدعوات امي وبقوه العبد لله. صل على النبي كركر. ليه كده سيف؟ طب سيف احنا قلنا سيف بقى، خلاص كده بقى من الهزار ده يا عم، على الصلاه والسلام. طب وايه، مفيش حاجة على أخوك طيب؟ أكيد طبعا يا جماعة، والله ده العقل المدبر لكل حاجة ده. ماشي يا عم هعديها لك. طب يا جماعة ده أخويا كركر الرخم، أكيد طبعا يعني كلكم عارفينه، غني عن التعريف، جايبينه النهاردة معانا في برنامج سيف وورلد. كركر قول كلمة للكاميرا. أحب أقول لأخويا سيف ألف مبروك على البرنامج الجديد بتاعك في رمضان، وإن شاء الله هيحقق أعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب وعلى جميع المنصات. وأقول لكل إخواتي استنوني في برنامج سيف وورلد على اليوتيوب، وعايز كل إخواتي تنزل تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدوس لايك للفيديو. بحبكم. يلا كركر تعالى يلا معايا عشان أفهمك فكرة البرنامج. بص بقى كركر، فكره البرنامج المره دي هتكون مختلفه عن كل سنه انت بتشوفني بيها. فكره البرنامج المره دي سيف وورلد، يعني هسالك شويه اسئله. ايوه عن فنانين وناس معاك في المجال، يعني ناس معاك بتمثل زيك وكده، بس فهسالك شويه اسئله. بص بقى هفهمك كام حاجه صغيره. فكره البرنامج هيبدا معانا ازاي، عشان برضو انت تبقى انت فاهم، لازم افهمك كل حاجه من ورا الكاميرا عشان ما تتلخبطش وانت بتصور.
الكرسي اللي هناك ده تمام، انت هتروح تقعد عليه والسماعه اللي وراك ديت انا هقول فيها كلمه السر. طبعا هكون قاعد فوق السطح هنا وهنبدا الاسئله من فوق، انا هقول كلمه السر، اول ما انت ما هتردد كلمه السر اللي هتتقالك في السماعه فانا كده هعرف ان انت جاهز ونبدا البرنامج بتاعنا، وانا هكون قاعد فوق زي ما قلت لك وهبدا معاك شويه الاسئله. تمام تمام ماشي كركر، يلا روح يلا اقعد على الكرسي وانا هروح دلوقتي عشان اجهز للبرنامج. ده انا هقتلكم. كلمه السر الكالون في السيفون. الكالون في السيفون. كلمة السر الكالون في السيفون. الكالون في السيفون. شد السيفون. الله يخرب بيتك، انت ايه اللي جابك هنا؟ وانت تعالى لي. انت عايز مني ايه يا عم؟ يا عم اصبر بالزحله، انت عايز ايه وانت لسه فيك حلم؟ وانت لسه فيك حلم تهدى بقى يا عم، وانت ما بتتهدش وانت ما بتتهدش، ما تهدى بقى. دخل الوحش. يا نهار اسود. ايه؟ الحق الحق الحق، هو انت مش المفروض مش بتخاف من الحيوانات يا عم؟ انت اجري اجري اجري. السابون. اهلا بيكم في برنامج سيف جاب من الاخر. انا في مفاجاه جامده جدا محضره لكم انتوا الاثنين مخصوص. الحوار ده مش بيطلع معايا حد. هو هيكهرب البسين ولا ايه؟ يا نهار ازرق. احب اعرفكم حاجه صغيره، البسين اللي انتوا فيه ده متوصل بكابل الكهرباء اللي معايا ده، يعني اول ما احط الفيشه زي كده مفيش كهرباء. سيف سيف، انت بتعمل ايه يا سيف؟ وانت نسيت انا اخوك ولا ايه؟ عايز ايه دلوقتي؟ مفيش، شويه احكام هتنفذوها وهتمشوا ويا دار ما دخلك شر. يا عم ماشي، يا عم ماشي، قول اللي عندك من جزم. اول حاجه الحاوي يقول لي كركر انا اسف. بس جت على دماغك في الاخر ايه؟ جت على زين. لا يا حب، انا منسحب من الهبل ده. لا 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 لا، انا اداء الكلب ده مش عاجبني، علي الاداء شويه. شفت على جيت ما تقول. ممكن نمشي بقى؟ احب اعرفكم حاجه صغيره، ان دخول برنامج سيف جاب من الاخر مش زي خروجه. ما تحاولش تشغل دماغك واعتذر لكركر، انت بهدلته. ما تعتذر يا عم، وانت في ايه؟ خلاص يا عم، حقك عليا، انا اسف. شقفه جامده قوي الحياه يا جماعه. ممكن نمشي بقى؟ تمشي تمشي تروح فين؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي. عايز تاني؟ ما احنا خلاص اتصالحنا. لا، لما اتاكد الاول. ما خلاص بقى يا عم سيف، الراجل قال لك ان احنا تمام. ايه؟ هتسمعوا الكلام؟ خلاص يا عم. قول يا عم عايز ايه وخلصت. طبعا فكرة البرنامج مش لقاء زي ما انتوا فاهمين، فكرة البرنامج ان انا بجيب اتنين ما بينهم مشكلة وبصالح ما بينهم المشكلة دي. فالحاوي متشكر منه جدا علشان صالح كركر، ودلوقتي جت دور على كركر ان هو يبوز دماغ الحاوي علشان نتأكد ان النفوس صافية. نعم مفيش يا حبيبي الكلام ده، انا ما عملتلوش حاجة. ما احنا عارفين يا كركر، بس معلش عشان النفوس تتصافى ولا ايه؟ خلاص يا بابا اروح ابوس راسه دلوقتي. هات راسك هات راسك. تمام كده يا عم. سقفة جامدة أوي يا جماعة، الكركر والحاوة يا جماعة. لا بس بص بص، استنى بس، استنى استنى بس، افهم بس. ايه اللي انت عملته ده؟ افهم افهم. مش طبيعي. اقعد بس اقعد. اقعد فين وقرب فين بس؟ اقعد. لا بس بقول لك، ايه رايك في فكره البرنامج السنه دي؟ لا على الرايق. بجد والله؟ حبيت كده غير كل سنه بقى وكده، فاهمني؟ قلت المره دي اجيب اتنين متخاصمين مع بعض وصالحهم. خلاص وصالحتهم. خلاص يعني تمام؟ اه. ايه رايك ايه رايك يعني البرنامج تمام؟ لا تمام. ايه رايك في لون شعري؟ لا زي الزفت ما شاء الله. حبيبي. يا جدعان استنوني في برنامج سيف جاب من الاخر على قناه سيف عماد على اليوتيوب. أخويا!